طيب بعد ما شفناه صوت وصوره هنسمعه صوت في مداخله حقيقيه ونستلهم منه ونفهم منه اجواء البطوله والمشاعر وسبب هذه الفرحه الكبرى. الكابتن حسين الأحمد المعلق السعودي الشقيق اللي كان نجم البطوله في اللحظات الاخيره، هو مش اقل من احمد عادل اللي جاب الهدف في اخر 30 ثانيه ولا حارس مرمانا، هو جاب هدف دخل قلوب عشاق الاهلي. يا كابتن حسين اهلا بيك. حياكم الله يعطيكم العافيه، انا سعيد جدا ان اكون في قناه النادي الاهلي، وحقيقه ما شاهدته من تفاعل بالشارع الرياضي هناك في مصر وعشاق النادي الاهلي، انا تفاعلت مع الهدف، تفاعلت مع صدره الحارس عبد الرحمن، فبالتالي انا شعوري لما اكون عربي في بطوله عالميه ممثل العرب ياتي الاهلي المصري ليكون طرف امام بنفيكا، امام الفريق اللي انت تريد ان تعطي الاهلي حقه من اهداف من كلمات، ولكن الفرحه ابكتنا وابكتنا واجمعت عيوننا. يعني المباراه كانت في وانت بتزحها كيف ارجحت المشاعر؟ احنا خسرانين فرق جون في الشوط الاولاني، نعوض ونكسب فرق جون في اللحظات الحاسمه. كنت حاسس ان فريق الاهلي بادائه يستطيع ان يتجاوز هذه المباراه؟ انا كابتن قلتها وقلت انه الاهلي راح يفوز اذا لعب بهذه الطريقه. الحمد لله كان مدرب رجع غير فوكس من صانع اللعب الى الباك، ثم اتى باحمد خيري تقريبا في صناعه اللعب والاختراق، هذا مما اعطى النادي الاهلي التقدم، ولعب مع محسن رمضان ولعب ايضا مع هناك ايضا عبد الرحمن وهناك ايضا اللاعب الرقم 10 فيصل، فالامور جميله. تغير الاهلي مع الجماهير اللي حضرت اليوم، يعني اكثر من 3000 جمهور حضر من الاهلي من كل مكان من انحاء المملكه حضروا. انا تفاعلت مع الحدث لانه الاهلي يستاهل، الاهلي يستاهل انه يصل للمباراه النهائيه، يفوز على ابطال اوروبا، يفوز على ابطال العالم، فهذه تعتبر بصمه تاريخيه للنادي الاهلي. كيف كان تاثير الحضور الجماهيري مش بس على يعني انه يؤجج حماسه لعيبه النادي الاهلي على اكتمال التابلو الجميل للبطوله وتنظيمها؟ تقييمك لهذا الحضور ايه وتوقعك للحضور اللي جاي ايه؟ والله يا كابتن اتوقع في نصف النهائي راح يكون الحضور اذا ما كان 3 4 الصاله كلها من الجمهور الاهلي. اليوم شفت انت الجماهير الاهلاويه يعني متعطشه، ما في شخص جلس في بيتهم مصري عاشق للاهلي اللي حضر في الصاله، شوف المسافه كم وشوف وين هو ساكن، من الاحساء من الجبال من جميع مناطق المملكه حضرت الجماهير، هذا معناته ان المباراه القادمه امام مدبورج الالماني راح يكون هناك جمهور كبير، واتوقع انه 3 4 الصاله تكون لجماهير الاهلي. كابتن حسين وانا عارف ان انت عابر القارات وقطع المحيطات، لقبك في السعوديه الشقيقه والشامل، الشامل اضيف معلق الشامل، الشامل كمان. طيب لا. انت الشامل لانك لاعب باسكت اصلا مش كده؟ شامل لانه عندي 28 لعبه اعلق عليها يا كابتن. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يعني انت لجنه اولمبيه بقى. لجنه اولمبيه متحرك، شاركت في 4 بطولات اولمبيه وشاركت في 4 بطولات كاس العالم ما شاء الله، شاركت في بطولات اسيويه وعربيه وخارجيه، فاخر مشاركه كانت لي دعوه من سمو الامير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه في مسابقه ومهرجان سيدي ولي العهد في الهجن في الطائف. بما انك عندك كل هذا الزخم وكل هذه الخبرات في العاب متعدده ومؤكد في كره اليد، انت سافرت كل حته كما هو واضح، كيف تصنف مستوى هذه البطوله بالنسبه للبطولات السابقه؟ هذه اقوى البطولات، اقوى البطولات، لانه مشاركه عدد فرق كبيره فيها، 12 فريق يشارك في هذه البطوله، وايضا من الفرق على مستوى الاسباني، على مستوى ايضا هناك الالماني، على مستوى السعودي، على المستوى الافريقي، فكل القارات موجوده على مستوى، فبالتالي هذه البطوله تعتبر من البطولات القويه، رغم انه في بطولات كانت لكن هذه تعتبر تنظيميا اخراجيا عالميا، فبالتالي هي بصمه لتشاهد. ايضا هناك من تونس ايضا حاضر بطل البطوله العربيه الترجي التونسي، فبالتالي هذه بطولات قويه. يعني وانت متابع البطوله، الى اي مدى استفاد فريق الخليج من الاستعانه باللاعبين الثلاثه لاعبي الزمالك الكبار الاحمر وهنداوي وقداح، الى اي مدى استفاد منهم؟ صراحه اليوم شفنا حسن قداح وشفنا ايضا هنداوي تصدى للكرات، فالخليج استفاد انه يحتاج الى لاعبين مثل هذه اللاعبين والخليج لديه نجوم، فبالتالي حقيقه استفاد جدا جدا. ولو على الخليج ان يتعاقدوا مع قداح، وبالتالي راح يستفيدوا منه استفاده كبيره. مصر هي نجوم، لديها نجوم في كره اليد، واحنا عارفين نجومها من ايام اللاعبين السابقين، وايضا لديها نجوم على مستوى كبير. احنا بنشكرك جدا يا كابتن حسين، وزي ما المهندس عدلي اشار، انت في اللحظات القاضيه الاخيره ديت دخلت قلوب كل عشاق الاهلي. وانتم دخلتوا قلبي. تحيه وشكر لكل الجماهير في مصر العاشقه للاهلي وغير الاهلي اللي عندهم انتماء وحب للرياضه المصريه ان يقفوا مع النادي الاهلي في البطوله هذه، فبالتالي هذه بطوله بس مش للاهلي، هذه لمصر كلها، وانا معاكم وتستاهلون كل هذا الضخم. اشكرهم اشكرهم اشكرهم، فبالتالي من قناه الاهلي واقول لهم ثانك يو الوت، يعني شكرا جزيلا، فبالتالي ما قصرتم. يا حبيبي، واحنا بنقول لك شكرا وبنتركك بقى، اثقلنا عليك، عايزينك بس يعني تحمل امانه شكرنا الى الشعب السعودي الشقيق واللجنه المنظمه، ومستنين دعمهم في المباراه القادمه، والحقيقه من غير ما نطلب انا متاكد من هذا الدعم، وشكرا ليك. الحقيقه فتح لهم المجال اليوم، ما قصر الاتحاد السعودي برئاسه الاستاذ فاضل النمر، وايضا هناك الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي اللي اعطوا اهتمام لهذه البطوله ونجاح البطوله، وشكرا لكم انتم ايضا، وبالتالي راح يكون هناك لكم ايضا مساحه كبيره للجماهير. شكرا جزيلا للمعلق الرياضي السعودي الشقيق كابتن حسين الأحمد، اللي علق على مباراة الأهلي اليوم مع بنفيكا البرتغالي، وفي اللحظات القاتلة الحقيقة زي ما المهندس عدلي حس بيه دخل قلوب الجميع كلها، لأن اللحظات الانفجارية في الثواني الأخيرة الراجل بيصرخ أهلي 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 أهلي. أعتقد كانت لحظة هزتك انت، رحت باعت لي الفيديو بسرعة، بعتها لك في ساعتها. انا حسيت ان هو بينط معانا يعني، اهلي طلعت منه يعني.